معنا في قناة المشاهد تي في الزجال المغربي سي أحمد المسيح. سي أحمد المسيح، بعد تجربة طويلة في مجال الزجل، ما هي الخلاصات التي يمكن استخلاصها من خلال هذه السنوات الطوال؟ أنا بالنسبة لي أفضل أن أتحدث عن تجربة الزجل ككل بدلا أن أتحدث عن تجربتي الشخصية. الزجل الحداثي، الزجل المنتمي إلى الشعر، عمره قصير، بدأ في أواسط السبعينات أو بداية السبعينات من القرن الماضي، ومع ذلك فقد تراكمت فيه إبدالات وتغيرات وربما انخراطات في التجارب الشعرية الكونية بصفة عامة. لماذا؟ لأن الزجل المعاصر، ولا أقول الحديث، الزجل المعاصر تعلم أو تكأ في بداية حبوه الأول إلى الشعر الفصيح، وانطلق مما وصلت إليه التجربة الشعرية العربية بالفصحى، لم يتكئ فقط على الانسجام في التراث وفي التقليدية. أكيد أن الزجل الحديث نصغه فيه الملحون، فيه العيطة، فيه الحلقة، فيه كل شيء، ولكن هو يريد أن ينتمي إلى الشعر، وأمامه لم تكن إلا التجربة الفصيحة والتجربة الفرنكوفونية. أنا أتحدث عن الشعر المكتوب في المغرب، لم يعني الجديد أو لوطوروت ديال الكتابة كانت أمام الزجالين، إما أن يختاروا استنساخ الماضي أو أن ينتموا إلى ما وصل إليه الشعر الجديد بصفة عامة، سواء كان بالأمازيغية أو بالفصحى أو بالفرنكوفونية أو بأي لون آخر. وربما هذا هو ما جعل واحد ديناميكية جديدة ومتنوعة في الزجل. كاين اللي باقي عنده كيتصور الزجل هو داك الشيء اللي دار في السبعينات ديال المظاهرات وداك. لا بالنسبة لي. إذا سي أحمد، أين تجد نفسك ضمن هذه المخاضات الجديدة؟ أجد نفسي في استقلاليتي. ماذا تعني هذه الاستقلالية؟ أن تعني تفرد؟ لا ماشي كاع بهاد القوة. أقول استقلاليتي أنني ملي تنحس براسي ما عنديش خضوع لشي سلطة. تنقصد السلطة المعرفية، السلطة السياسية، السلطة الدينية، الأخلاقية. ملي تنحس براسي كنكتب وأنا ما باغيش نكون عبد ديال شي نموذج في الكتابة. راه أكبر ما ممكن أن يحققه المبدع هي عندما يكون مستقلا، سواء على السيد الداخلي أو السيد الخارجي. إذن ماذا تعني الكتابة بالنسبة لك؟ كسؤال تقليدي. الهروب من الانتحار. شكرا سي أحمد. شكرا لك.